فقره نهايه الشوط الثاني واللقاء بفوز المصري البورسعيدي بثلاث اهداف على النادي الاهلي عشان تبقى اول هزيمه للنادي الاهلي في الاسبوع ال 17. احرز اهداف اللقاء جونيور في الدقيقه 11 ومؤمن زكريا في الدقيقه 72 و84 وعبد الله سيف في الدقيقه 93. وايه اللي احنا بنشوفه ده يا جماعه؟ الجماهير بتجري على لعيبه النادي الاهلي. قبل ما اختم واروح لملعب الاهلي، بصوا حضراتكم ايه ده؟ ايه؟ لا لا لا، بيضربوا لعيب ده جو بقى. معلش احنا بنقول اول لقاء، بنقول الروح الطيبه، ما ينفعش يا جماعه. الجهاز بيجري واللعيبه بتجري، ايه ده؟ ايه ده؟ والامن بيجري، ويعني ايه ده؟ يا كان الله فوق لعيبه الاهلي النهارده، كان الله فوق لعيبه الاهلي حقيقي. ايه ده؟ يعني منظر مش ممكن، مش ممكن. يعني يا جماعه النادي الاهلي برضه مستحيل، النادي الاهلي برضه كفرقه فريق مصري، يعني النادي الاهلي ده مش جاي من بره. يعني منظر الاهلي والزمالك انديه القمه بيحصل معها كده، قرار اتحاد الكره هيكون ايه؟ بصوا حضراتكم، لا 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 لا، سيد عبد الحفيظ واكرامي وابراهيم حسن بيحوش. ايه ده؟ لا 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 لا، لا دي مش كوره. كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي النهارده. مش عارف اتحاد الكره هيعمل ايه، لجنه المسابقات هتقول ايه؟ يعني الصوره قصدك تعبير. يعني بصراحه انا لو النهارده من لعيبه النادي الاهلي، يعني بصوا حضراتكم ايه ده؟ يعني انا لا تعليق، لا تعليق، مفيش كلام يتقال، مش معقول. يعني 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 المراسي بيقول من الملعب فيه عصيان، وهنا الاعداد بيقول يعني ما خلاص مش محتاج عصيان. لما ينزل كل الجمهور ده على 11 12 ولا 20 واحد هيبقى ايه الموقف؟ مش يعني لا يعني مش عارف قرار بقى المسابقه ايه ده؟ كله رايح على اوضه اللبس. طب الناس دي هتروح ازاي النهارده من الملعب ده؟ ولا الجماهير الاهلاويه هتعمل ايه؟ بص حضراتكم، ده الجمهور نازل لكنه بقى نازل بيحتفل. يعني في النهايه ثلاث نقاط للمصري. لحد دلوقتي بنشوف بقى هل لجنه المسابقات هي قرارها. يعني يعني مش معقول، يعني مش والامن اهو، الامن سايب الناس تنزل. صورة من بداية اللقاء الجماهير، والصورة أصدق تعبير قدام حضراتكم عشان